تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن تسليم وحدات مدينة شرق الحد للمستفيدين فورا، وفي إطار برنامج تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، بدأت إدارة المشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان في تسليم وحدات حي بوشاهين بمدينة شرق الحد الإسكانية. باشر المهندس سامي عبد الله بوهزاع الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية والمهندس حسين العمري مدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين من وحدات مشروع حي بوشاهين بمدينة شرق الحد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة الموقرة. وصرح الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية على هامش تسليم الوحدات بأن الوزارة حرصت خلال الأيام الماضية على التأكد من جهوزية كافة الوحدات ومراجعة عقود الضمانات مع المقاولين لضمان تسليم خدمة إسكانية تتمتع بجودة عالية للمواطنين. اليوم متشرفنا بلقاء عدد من المواطنين المنتفعين من مشروع شرق الحد المرحلة الأولى، وبدينا عملية تسليم الوحدات السكنية تسليم المفاتيح. طبعا مشروع شرق الحد ما يميز اللي هو صلته بمدينة الحد والطابع المعماري اللي يستمد معظم ملامحه من مدينة شرق الحد. المعمار يحاكي القديم. ما يميز كذلك المشروع ان احنا وجدنا فيه مساحات كثيرة مفتوحة، الشوارع ما شاء الله رحبة ومرافق متكاملة تخدم المواطنين القاطنين. ونوه الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بأن إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمواطنين تأتي بعد أيام قليلة من إنهاء إجراءات تسليم العقود للمواطنين وقيامهم بإنهاء إجراءات التوثيق وفتح الحسابات البنكية لدى بنك الإسكان، مشيرا إلى أن السرعة في إنجاز هذه الإجراءات تأتي من منطلق حرص الوزارة على ضرورة إنهاء البرنامج الزمني لتوزيع 5000 وحدة سكنية التي أمر بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الموعد المحدد ودون تأخير. يعني انطباع الواحد مسرور، جدا مسرور، وفي هذه المناسبة أشكر جلالة سيدي جلالة الملك وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد على الجهد اللي اشتغلوا فيه حق منطقة الحد بالذات وشرق الحد، واشكر وزير الاسكان وجماعة الاسكان الموظفين كلهم من وكلاء وكلاء مساعدين والموظفين، والله ما قصروا وريحونا. واليوم ان شاء الله بنستلم البيت، تقريبا يمكن انا اول واحد بستلم البيت ومرتاح. اليوم استلمنا البيت ومبارك حق روحنا ومبارك حق الاهل، وان شاء الله يكون منزل عامر ان شاء الله والحمد لله. ونشكر القيادة على الجهود اللي بذلتهم، ونشكر وزير الإسكان على الجهود اللي بذلها. أشكر الله سبحانه وتعالى اللي أنعم علينا قيادة حكيمة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى والأب الحنون الأمير خليفة بن سلمان والعهد الأمين سلمان بن حمد. الحمد لله على أنعم علينا هذه النعمة اللي احنا في فريق واحد، فريق نقلناه من الحد لشرق الحد، يعني من قرب الحد لشرق الحد. يذكر أن توزيعات حي بوشاهين وما سيتبعها من توزيعات أخرى بالمشروع بعد اكتمال جهوزية وحدات المراحل الأخرى يعكس ما توليه الوزارة من اهتمام بتنفيذ التزامها الإسكاني سعيا لتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.